تظاهر العشرات من الشبان الفلسطينيين في قطاع غزة بالقرب من موقع ناحي العوز العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة عقب مسيرة دعا إليها ائتلاف شباب الانتفاضة بفلسطين، وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات ورشقوا الموقع العسكري بالحجارة والزجاجات الحارقة، وردت قوات الاحتلال بإطلاق النار أصيب على إثرها شاب بقدمه. وكانت مسيرة خرجت من مساجد شمال قطاع غزة دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي للتضامن مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية عقب صلاة الجمعة.